السلام عليكم مشاهدين الأعزاء. تعرف الصلاة لغة بالدعاء، وأما اصطلاحا فتعرف على أنها عبادة الله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وقد فرض الله تعالى على كل مسلم عاقل بالغ 5 صلوات في اليوم والليلة، ومما يدل على أهمية الصلاة. ولكن ما هي الأخطاء التي نفعلها في الصلاة ونحن لا ندري؟ فهذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو. ولكن قبل أن نبدأ، نرجو ألا تنسوا تسجيل الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. المصلون في هذا الزمان نجدهم يرتكبون العديد من الأخطاء في الصلاة، وقد يتكرر الوقوع فيها مرات ومرات دون أن يجدوا من يأخذ بيدهم إلى الصواب ويلفت نظرهم إلى هذه الأخطاء. وفيما يأتي سنعرض عليكم أبرز أخطاء المصلين في الصلاة. 1- أداء صلاة الفريضة جلوسا مع القدرة على القيام. من الأخطاء الشائعة التهاون في القيام في صلاة الفريضة مع القدرة على القيام. ومن الجدير بالذكر أن القيام فرض من فرائض الصلاة، وهو ركن فيها، ولا تصح الصلاة إلا به، لقول الله تعالى في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولا يجوز الجلوس في الصلاة إلا لعذر، مصداقا لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. 2- الجهر بالنية. النية فرض من فروض الصلاة، ومحل النية القلب. ومن الأخطاء الشائعة التلفظ بها، كأن يقول المصلي: نويت أن أصلي صلاة الظهر أو العصر. 3- اللحن في قراءة الفاتحة. من أبرز أخطاء المصلين في الصلاة اللحن في قراءة الفاتحة، كتسكين بعض الحروف المتحركة مثلا، ويجدر الاهتمام بقراءتها بشكل صحيح، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. 4- ترك تكبيرة الإحرام. يقع بعض المصلين في خطأ فادح، وذلك عندما يحاول اللحاق بالإمام وهو في الركوع، فيكبر تكبيرة الركوع فقط ويترك تكبيرة الإحرام، فتكون صلاته بهذه الحالة باطلة، لأنه ترك فرضا وركنا من أركان الصلاة. 5- ترك الطمأنينة في الركوع والسجود. الطمأنينة أي الخشوع، وهي سكون أعضاء المصلي ومفاصله واسترخاؤها. ويقع بعض الناس في خطأ سرعة الانتقال بين الأركان، فيترك بذلك الطمأنينة، مع أنها ركن من أركان الصلاة وفريضة من فرائضها. وقد يكون الإسراع في الركوع أو في السجود، فتنقر السجدة نقرا من غير تفكر ولا تسبيح ولا تدبر. 6- عدم الاعتدال بعد الرفع من الركوع. من الأخطاء التي تحدث بسبب الاستعجال وعدم الطمأنينة في الصلاة ترك الاعتدال بعد الركوع، وذلك برفع الرأس قليلا ثم الإسراع إلى السجود. والواجب سكون الأعضاء مع استقامة الظهر واستواء البدن بعد الرفع منه. 7- رفع أطراف القدمين في السجود. فمن الناس من يرفع قدميه أثناء السجود، ومنهم من يطوي أصابع قدميه إلى الخلف، بينما السنة أن يسجد على رؤوس الأصابع يضعها على الأرض، كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 8- رفع الأنف عن الأرض في السجود. من الخطأ في الصلاة رفع الأنف عن الأرض في حالة السجود إلا من عذر، لأن السجود ينبغي أن يكون على 7 أعظم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. 9- بسط الذراعين في السجود. من الخطأ في السجود أن يبسط الساجد ذراعيه حتى تلامس مرافقه الأرض، تماما كما تفعل السباع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع المرفقين عن الأرض
ونهى عن بسط الذراعين. ففي صحيح مسلم رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. 10- تحريك اليد اليمنى كلها وضم أصابع اليسرى في التشهد. من الناس من يحرك يده اليمنى كلها في التشهد، ومنهم من يقبض أصابع يده اليسرى، بينما السنة في التشهد أن يضم المصلي أصابع اليد اليمنى ويشير بالسبابة يحركها تحريكا وسطا دون أن يحرك اليد كلها. أما اليد اليسرى فيجعلها على فخذه الأيسر مبسوطة الأصابع. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. شكرا لحضراتكم، إلى اللقاء.